ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي ايه في الفاصل، هتبدا بالرز ولا بالكابوريا؟ سؤال ذكاء. طب انا لو دلوقتي معايا الوقت حاكمني بيقول لي معاك تقريبا 30 دقيقه مغازي، ابدا بالرز ولا بالكابوريا؟ بالفاكهه كده طبيعي بالرز. ليه؟ لان الرز هياخد وقت في السوا. انا بقول لك كده ليه، ومش مطلوب مني ان انا اشرح لك، بس انا لازم اوضح، لان انت ممكن تقف في المطبخ ساعتين ثلاثه والطاوله او السفره تقف على شويه رز لسه ما استووش، فالرز بياخد وقت. فهنبدا بيه الرز. معانا رز مصري، معانا صلصه طماطم، ومعانا عصير طماطم، ومعانا شويه بهريز اللي كانوا باقيين عندنا من سمك الماكريل اللي كنا ضربينهم في الخلاط، بصراحه لقيت نص كوب احتفظت بيه، ومعانا زيت. وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل الرز بالطماطم مع الشبت، حاجه كده بديله بدل الرز الصياديه كل يوم. هناخد كده معلقتين زيت في قلب الطاسه، مطبخنا بسيط وسهل خالص في متناول الجميع. بصلايه ناعمه، استنى عليها تديني حلاوتها، شقاوتها، لونها الحلو، كرملتها. حلو. طب انا عايز السرعه، يبقى انا احط ايه؟ مكعب زبده، هو ده. فص ثوم محترم، هو ده. واقلب كده على النار. الرز بقى مشكلتنا معايا يا عم الشيف، ممكن نكون عاملين اكله سمك حلوه قوي، عاملين سفره حلوه قوي، ونتفاجئ بان الرز مش مهتمين بيه، مع ان هو عدل السفره زي البوكيه الورد كده في كوشه العروسه. في كوشه عروسه من غير بوكيه ورد هو اللي بينور الكوشه. حلو الكلام؟ فطبعا الرز لما يكون معمول بالتفاصيل بتاعته هو اللي بينور السفره، هو اللي بيخلي السفره طعم، سواء جنب جمبري، سواء جنب صينيه بطاطس باللحمه، سواء جنب السمك اللي انا دخلته الفرن الماكريل. هناخد مخرجنا الجميل دلوقتي ونبص عليه، وهكذا. فلازم نهتم بيه شويه. البصلايه هنا زي الفل، خدت لون مع التومه مع زبده، شويه البهريز اللي كانوا باقيين عندي من تتبيله السمك الماكريل اللي فاكرينهم دول، احطهم هنا بس. خلاص خلص الرز مع صوص طماطم. طب ما عندكيش البهريز ده، خلاص هتستخدمي صوص الطماطم اللي معانا ده كده، ومعلقه معجون طماطم. وتعالوا مع بعض، ياخد غلوه على النار مع تظبيط الملح. الله على الريحه الحلوه، ايه الجمال ده؟ معانا شويه شبت حلوين، ما نكترش الشبت عشان ما يقلبش على محشي. طالما الشبت لوحده في قلب الاكله طعم الشبت ظاهر. حطيت كزبره وبقدونس، بقينا ايه؟ محشي كرومب على طول. خلي الخلطه دي تغلى على النار كده زي الفل. نعم عينيا، حاضر. لا يستاهل يطلع من، خلاص استوى مكريل كده، استوى. هنطلعه من النار، لان انا عارف انك انت عايز تدلق. عينيا، يلا. الخلطه دي تدوب كده. الله، شويه رز زي ما قال المغازي. تتبيله والبهريز والكشنه، كشنه يعني خلطه بالسعودي، بيسموها في السعوديه او في الخليج عموما يعني الكشنه، اللي هي طماطم وبصل ولومي وتوابل عربيه وهكذا. شفت الجو ده كده؟ هناخد الكشنه دي، التتبيله دي، الخلطه دي، الحلويات دي، ونحط الرز عليها. يقول لي اعمل ايه في الفرن يا غالي؟ انا معاك. ننزل بالرز ده كده ونشربه الخلطه دي. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله. ونسيب الرز يشرب من الخلطه دي، ونظبط عيار الميه بتاعه. شفت شويه الرز دول؟ اهتمام، وخدوا شغله اكتر من السمك. السمك ما خدش شغل زي دول. بس هم دول اللي على السفره بقى. وانا شخصيا بحب الرز، يعني بكون عامل دايت، عامل ريجيم، برضه باكل الرز. ما انا مستني تعليماتك يا غالي. طب شفت الرز؟ اسيب الرز على النار، ننزل بالماء المغلي بس. خلاص ونشيل دي من هنا خالص. اوعى تحط ميه بارده، لازم ميه سخنه. الرز طالما اتغسل، وبعد ما اتغسل صفينا ميته وسبناه على جنب لمده ساعه مثلا ولا نص ساعه. عيار الرز، كوبايه رز بتاخد 1.5 كوب ماء،
طب الرز ما اتغسلش واتغسل وعلى طول استخدمناه، يبقى ياخد كوبايتين ميه. شفت شويه الرز بيتكلم مصري. شايف اللون الحلو ده؟ الكبار والناس الطيبين في العادات الحلوه قال لك ايه؟ قال لك اتقل على الرز لما يستوي، يعني اتقل في القعده كده، خليك اخر واحد تتكلم. المثل جه من هنا. هنغطي الحله ونصرف الرز بتاعنا واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. رز، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ جيب طبقك. هو ده، هو ده، الله، ألف هنا وشفا. السفرة من غير شوية الرز دولت تحس إن هي يتيمة، ملهاش شخصية. شوية رز مصري بيخلوا للسفرة كيان، بيخلوا للسفرة قيمة، خاصة مع الأسماك. ينفع بسمتي؟ ينفع، بس المصري رقم واحد. العود النعناع الحلو ده كده، الله. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.